امبارح لما قعدنا كلنا كمصريين سواء في تفاعلاتنا احنا الشخصيه مع بعض او عن طريق وسائل السوشيال ميديا نتكلم على حركه المحافظين الجدد ونتكلم على فكره اختيار سته من البرنامج الرئاسي بي ال بي اللي هو طبعا بريزيدنشال ليدرشيب بروجرام، او قعدنا نتكلم على فكره وجود شباب بالفعل في القيادات وفي المناصب الرسميه للدوله. الحقيقه انه قلنا لحضراتكم امبارح انه هنتكلم النهارده معاكم على جزء اخر له علاقه وثيقه ربما بيسبق حتى فكره تولي الشباب للمناصب القياديه في هذا البلد، الا وهو فكره منتديات الشباب. الفكره اللي بدات من فتره وبدات من شرم الشيخ وانتقلت بعدها لمجموعه من المحافظات، كانت في القاهره واسكندريه واسوان ومجموعه اخرى من المحافظات. والكلام دلوقتي على المنتدى الثاني الدولي اللي هيشارك فيه مجموعة كبيرة من شباب العالم أيضا، اللي إن شاء الله هيعقد من 2 ل 6 نوفمبر القادم 2018 في شرم الشيخ. في ناس كتير ممكن تقولك طب هو المؤتمر اللي فات، وطبعا الحلو في الموضوع أن المؤتمر ده بكل محاضراته بكل جلساته بكل ورش العمل اللي فيه بتنقل على الهواء مباشرة، تلاقي الناس كلها قاعدة بتتفرج، أنت بتقيم، انت بتشوف شباب واعد هو اللي بجد بيكتب بكره ان شاء الله، يعني هو اللي بيكتب ازاي الامور تمشي. انت بتشوف شباب بيقدم افكار سيميوليشن او محاكاه، افكار ازاي نقدر نشكل حكومه، احنا عايزين ايه من البرلمان، احنا عايزين ايه من الحكومات اللي عندنا، الحكومه اللي عندنا في مصر عايزين ايه من الوزارات المختلفه، احنا عايزين ايه من الاحياء، احنا عايزين ايه من علاقات مصر الخارجيه، احنا عايزين ايه من دول العالم، عايزين نستفيد منها ازاي ونفيدها ازاي، احنا عايزين نقلل البطالة ازاي، احنا عايزين نشتغل على المشاكل اللي في المحلات اللي عندنا ازاي. الحقيقة انه كل الافكار دي وغيرها كتير جدا دي بتكون المحاور الاساسية لمنتديات الشباب. يمكن منتدى شباب العالم تحس عارفين حضراتكم في علوم الادارة في علم التسويق مثلا يقولك when you go global يعني تنطلق الى العالمية، تبقى الاول انت local او محلي وواحدة واحدة بالمنتج بتاعك بتنطلق إلى العالمية، ده جزء شق في الإدارة. بس نفس الفكر ده تقدر تطبقه على منتدى الشباب. لو منتديات الشباب اللي على مدار العام كله اللي بتعقد في محافظات مصر المختلفة بتركز وبتتكلم على فكرة مشاكلنا الداخلية وإزاي نقدر نبني مستقبل ونبني بكرة وتولي الشباب للمناصب، فمنتدى شباب العالم اللي هيكون الثاني من نوعه إن شاء الله في نوفمبر القادم في شرم الشيخ، وأيضا سيتم توجيه دعوة أو بالفعل تم توجيه دعوات لعدد كبير من شباب العالم من كل جنسيات العالم من كل بلاد العالم إنه يجي، أنت هنا تحس أنك بتفكر بالفكر الإداري اللي أنا بقول لحضراتكم عليه You go global، أنت بتطلع علشان تقول للعالم بره إحنا شباب مصر، دي أفكار شباب مصر، إحنا عايزين 1 2 3، نحن كشباب مصر نكتب مستقبل هذا الوطن. فكرة مختلفة، إرادة مختلفة، تفاعل حقيقي بين شباب مصر ومختلف شباب العالم. والحقيقة إنه إدارة منتدى شباب العالم استقبلت بالفعل ما يزيد ربما عن 35 ألف شاب من 156 دولة حول العالم بعد 10 أيام بس من إطلاق موقع التسجيل الرسمي للمشاركة، كان السبت 18 أغسطس وانطلق الموقع على الإنترنت ولغاية النهاردة. يمكن كان في مفاجأة في نسبة حضور الشباب من خارج المنطقة العربية وقارة إفريقيا، بنتكلم بشكل رسمي بالأرقام إنه نسبة الشباب الغربي كانت حوالي 70% ونسبة شباب العالم العربي والإفريقي مثلت 30%. النسبة دي الحقيقة تعتبر طبعا نسبة المشاركة الخارجية الغالبة وربما هي غير متوقعة، لكن لما تفكر فيها كده تقول إنه هل ده انعكاس لحجم الاهتمام والترقب الكبير من الشباب العالمي انه يحضر منتدى زي كده؟ هل الفكره نفسها قدرت تجذب عدد كبير من شباب العالم ان هم يتكلموا ويقول لك ده في مؤتمر في شرم الشيخ الشباب من كل انحاء العالم بيحضروا بيتبادلوا الافكار وبيعقدوا جلسات وبتطلع على الهواء وبتطلع على يوتيوب؟ دي حاجة مهمة جدا، والحقيقة كانت الحاجة الحلوة قوي اللي سمحت بيها أو نظمتها إدارة المنتدى في المنتدى الشباب العالم المرة اللي فاتت العام الماضي، فكرة إن هم كانوا بيسمحوا بتصوير الناس، إن كل واحد جوه القاعة حتى هو قاعد في ورشة العمل بيقدر يصور نفسه بالموبايل، ينزل الصور على إنستجرام، ينزل على تويتر، يكتب تويت على تويتر، يكتب بوست على فيسبوك. المشاركة زادت، مش عايزة أقول اتضاعفت، عايزة أقول يمكن الرقم اتضرب في أكتر أعداد كبيرة جدا، لأنه لو اللي حضروا هنقول 3000 فأكيد اللي شافوا بره ووصلهم ما كتبوا السوشيال أو ما كتبته السوشيال ميديا وما تم تداوله من صور ومن فيديوز ومن أخبار ومن معلومات أكيد أعداد أكبر من كده بكتير.
تعالوا نشوف مع بعض كليب صغير أو برومو لمنتدى شباب العالم اللي هيعقد بإذن الله في نوفمبر القادم في شرم الشيخ مدينة السلام في مصر. فكرة حلوة، والحقيقة أن حضراتكم كل ما قربتوا أكتر أو يعني لمن أتيحت لهم الفرصة القرب من شباب البرنامج الرئاسي البي ال بي المسؤولين عن التدريب وعن التجهيز وعن التنظيم كل حاجة from A to Z من الألف للياء، كل حاجة متعلقة بهذه المنتديات الشباب هم اللي بينظموها، هم اللي بيجهزوا كل حاجة، الترتيب، القاعات، السيتابس، الأجهزة، الكهرباء، وسائل الاتصالات، التكنولوجي، الفيديوز اللي بتتعرض، كل حاجة، تقسيم ورشات العمل، اختيار الموضوعات والتوبكس، وده بيبقى من أفكارهم ومن وحي تفاعلهم مع المجتمع ومن وحي الأفكار اللي بتجيلهم كمان على صفحة هذا المنتدى. لو حضراتكم جات لكم الفرصة لمزيد من القرب من هؤلاء الشباب، صدقوني كل اللي هتعملوه حتى لو حضراتكم يعني ما بتحضروش هذه المنتديات، بس كل اللي هتعملوه انكم هتتمنوا ليهم التوفيق، وانه جهدهم ومجهودهم على مدار شهور طويله باذن الله تعالى يكلل بالنجاح في المنتدى الثاني الدولي او العالمي لشرم الشيخ ان شاء الله، منتدى الشباب اللي هيكون باذن الله من 2 ل 6 نوفمبر 2018 في شرم الشيخ. بمناسبه الكلام